نبطل كبد نفضحك؟ لا ما يعني ترى هي بس شكل مرتبة. لا صدق؟ ما فكر الكاميرا والله. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم بنسوي فيديو طلبتوه منا حيل، اللي هو شنو حنان؟ جوله ببيتنا. حنان تقولي يما شو نسوي جوله في بيتنا؟ يعني ما حفظوا بيتنا. بل عرفوا بيتنا، بس اكيد ان هم يبي يشوفون الاشياء بالضبط واحنا نوريهم اياها، يعني ما يشوفونها واحنا نستخدمها، لا نتمشى في البيت ونعلمكم عليها. صح؟ كتبوا لي صح. ترى انا مو جاي بس عشان الفيديو، عشان اصور امي، ف حطوا لايك عشان ما ابكي نفس الفيديو اللي طاف. انت ليش صايره بتشايه؟ بعد شنو؟ الحين انت بتبكي ليش؟ ترى بس قاعده بتبكي تبكي على طول، ما في كريميري، ما في. يلا تابعوا الفلوج، ان شاء الله يعجبكم التور اللي بنسويه في البيت، وراح تشوفون الصبيان هم الحين في البيت ايش قاعد يسوون مره واحده. يلا تابعوا الفلوج. اول شيء عندنا الصاله، هذا المكان اللي قاعد فيه هني. زين، هذا حفظه اكثر من اسمهم اصلا. زين، يا هذه على طول قعدتنا، هذيك القعده لما يكون في ناس مثلا جايينا وشي زياره شيء ودهم ودنا شوي نغير المكان نقعد هناك. زين، وعندنا هني التلفزيون، هذا حقنا. اوكي، طبعا امي تعبت على ما تسوي هذا الاخضر. اي واحد هذا؟ هذا اي ما يعني شو اسوي بعد. المهم هذا الحين عندكم طاوله الطعام، وهني عندكم نفس البوفيه حاطين فيه اغراض الشوك والكفاش، بس انا مسكرته لانه فرح مشكله، فرح وايد ملقوفه تبطل هذا كله. يعني طبعا هي مكسره لي الصحون اللي هني، ومكسره لي الملاليس الزجاج، كل شيء عندي مكسور، فهذولي هم الحمايه، عرفتوا؟ اي شنو اهم شيء هني موجود؟ شنو؟ لعبه فرح. هي لعبتها هذه من كيلو، لما تيجي بتعبد اول شيء تشوف لعبتها وتروح تاخذها وتوديها من هناك تلعب. عرفتها؟ عشان شيء يعني بنسوي لها التمويه ان هذه مو لعبه، كنا هذا الصج. وهني صوره الجميلين الحلوين احلى ناس بالكون. هذه اجمل واحده. اكيد تبين شيء بالمقابل. لا صج والله. يلا نروح نكمل لهم شيء ثاني. مو عادل انا. يلا امشي. هني الحمام، مغاسل الضيوف. زين، وهني حمام الضيوف. والله قاعد اوريكم ضمير الجوله. زين، طبعا هني مفروض هذا الشيء داخل الحمام، وهذا الشيء اللي برا. شوفوه هذا اللي فيه عطور كله كامل، انا مدخلته لانه فرح. فرح اذا شافته هني كل العطور تتكسر. زيني ما ليش مسوي الحمام حديقه؟ عشان يعني الواحد لما يروح الحمام يحس انه هو في الغابة. يتنفس النهار والبحر والخضرة كذي يعني. يلا تعالوا نكمل. طبعا الحين احنا بمطبخنا اللطيف والخفيف وال الراقي. هذا المطبخ الرئيسي حنان؟ لا، في مطبخ ثاني. اي وين المطبخ الرئيسي؟ تحت. راح اروح نصور المطبخ الرئيسي عشان تشوفونه بعد. انزين، فهذا المطبخ انا رمان مقزرينها عليه. اي الفير ندش نسوي لنا بطاط وبوب كورن ونخلص الدهن، ومتعصب لانه بالغصب يروحون جمعيه عشان كورونا، ومتعصب وما تدري ان احنا، والحين فضحتنا لان انا ذكية. يطلع منك انتي. اي وبس والله. المهم بوريهم هني، خلينا نقول لهم هني احنا نحط الاغراض، مثلا الاشياء اللي نخشها. زين، تخزين كل البيت يعرفهم، هي تخشها عن منو انا ما ادري. زين، فوق بعد هني بعد. اي زين، في فوق هناك قلاصات وصحون، وهذا السخان، وهناك بعد عندنا الصحون. زين، وحنان يلا امشي خل نروح ثلاجة. ترى اهم شيء ثلاجة. هذه الصينية، هذه لما عشان انا اتذكر انا شريتها من الصين، عرفتي؟ لما اشوفها اتذكر اني رايحة الصين. حنان قولي لنا ليش حاطين هذا هني؟ فرحة. اي فرحة.
بنروح يوم كان صدت ذاك اليوم هني وطاحت خفنا. ترى ترى عادي انا يوم كنت كبر في الروحة شنو مسوية ببيت يدي اوكي راكبة ال شنو اسمها هذه الدراية راكبتها ومن اول السلم وما ادري عادي رايحة وروحي احنا ندوسك وطيح كل الدري وانت بالدراية وقعدت وانا عادي ما فيني شيء بعدين يوم امي ترى عشان ابكي يعني بس كنتي وايد صغيرة شلون تتذكرين؟ انا ما اذكر انتم قلتولي كذبون انا ما اذكر يعني طحتي من فوق لي تحت بالدراية شوفوا الله رحمك ما كانوا يشوفوني كانوا ما يهتمون فيني انت شيطانة شيطانة لأن شيطانة كنتي والله ما كنت شيطانة انا اصلا احدى واحدة فيهم اوكي بطل الباب خلينا نوريهم هني شنو فيه حبيت امي تسلك لي وايد حياتي هني عندنا غرفة الجيمينج شوفوا بو قاعد يلعب انزين شوفوا على الجيمنج روم قولي لهم ليش عادل عنده 2 بي سيز بقول لكم شيء عادل هو يعني انه هو يوتيوبر فيفتح لايف يسجل ينزل فعنده ان البي سي الكبير تقدرون تاخذون العادي هو قبل لما ما كان يصور كان عنده البي سي العادي كان عنده سوني بعد كان اي كان يلعب سوني اصلا مو بي سي ويعني ما ادري احس اذا انت هو مو يوتيوبر ما له داعي ان تشترون بي سي اكبر من راسي وكذي فهمتوا صح اللي عنده وده يشتري شيء كذي يشتري بس اللي ما عنده لا يضغط على نفسه يقدر يشتري العادي احنا حاطين العادي مني لانه ما في مكان فوق ما يكفي هني عادل عرفته هذول الشاشات بلات عادل كل شيء لها شيء يعني هذه حق البث يصور فيها والكاميرا تسجل وهذه يلعب فيها وهذه هني الصوت عرفته فهم يحتاجون كل هذا لا صح من اللي يحتاجه شوفوا بوبو إيه؟ هو ترى ما إيه؟ ما يلعب بي سي بوبو صح شوف اي بوبو بس سوني شاشه شاشته هذه 27 دينار من ونسه زين بس احنا ماخذين لها كبيره على اساس انه ما يتضايق باللعب طبعا انا كنت بنصح اول شيء بس يعني وهي نصيحه ما اعرف انصح بلا تعرفين تنصحين صح انا نصحتكم بس انتم لازم تتعمقون بالنصيحه وكذي تفهمونها واو يلا امشي نكمل الجوله يلا حنان هذه غرفه منو هذه غرفه ماما حنان ماما حنان يعني لما تجي الخميس كلنا نقعد هنا انا تحب مكان صغير نقعد كلنا وكذي ونقعد نلعب ووايد اشياء نسوي أيه بس ونحط فيها مرات اشياء اليوتيوب مثلا أيه يعني مثلا احنا خاشين اغراضنا عرفتوا العابنا هني عرفتوا بس لما نيجي يوم الخميس نطلعهم فهي الغرفه بتاع كله شوفي صورتي اول شيء شوفي جمالي جمالي أيه شوفي يا سلام هذه روان اي طروان كانت صغيره شفتوها ابي كني فروحه هذه اي هني كنت فروحه وايد كنت فروحه هذه بعد تفرحة يا حليلي والله شفتي ان فروحة تشبهك بس هي بيضة وانتي مو بيضة وايد صح يلا خلينا نكمل شوف من قاعد من النوم فروحة فروحة مطنقرة حيل ما لها خلق ما يخالف الحين احنا في الدور الثاني هذا الممر هني ودينا غرفة حنان وروان هذه غرفتنا وراكم غرفة عادل وبوبو وفرح الممر كان ابيض قبل بس يوم صورنا عليها سحبه سويناه اصفر ايه سوينا اصفر او شباب بدي غرفة منو غرفة حنان لا يلا حنان انت تورينا غرفتك غرفتي الجميله اللذيذه يلا اكله هي اكله انزين غرفتي اول شيء انا حاطه هني صوره حقي وحق روان وحقكم ما تبين بس انها صوره انا اعرفها صوره خلاص اي انزين وهني سريري اوكي وستارتي اهم شيء ستارتك صح ستارتي اللي تعبت عليها اوكي وهني صورتي الحلوه شوفي كنت صغيره اشبه فرحه لا اشبه عدول هني ايه انا كل عمر وجهي غير سريري اللي الكل يسالني عنه ايه الكل سالني عنه انزين عندكم هني عندها هذا طاوله المكياج والتسريحه يعني مع الليتات هذول اللي متشبههم حق الميك اب وهذا هذا رينج لايت حق التصوير وكذي لما بتصور تيك توك او شغله تحتاج شوي اضاءه وش مثل ما شفتوا هذا كبتها اوكي نبطل كبد نفضحك لا ما يعني ترى هي بس شكل مرتبه لا
ماي ما افكر الكاميرا والله كان مرتب كل شيء مرتب ما في شيء اي اوكي كل شيء مرتب الحمد لله روان غير عادي روان ولا يلا الحين نروح غرفتي اي يلا يلا اول شيء هذا كان صاله احنا سكرناه خليناها غرفه زين هذه القنفه قاعد تسوي فيها شغلي وكذي ويعني اذا حسينا بالملل يمين نام هني المهم عندنا هني السرير وهني التلفزيون وهذه مكتبة التلفزيون اوكي نفس الشيء متعب بالصاله مسعوب عليني نفس الشيء المهم فالحين بوريكم غرفة التبديل الثانية هي غرفة وايد عودة انا ادري هذول الحين عندنا كبتات هني وهني زين في كبتات عدنان هذول كبتات اليوتيوب اغراض اليوتيوب هني هذا كله العطور زين والمكياج وهذا كله مكياج وهني بعد كله اغراضي مكياج وكريمات كله وهذا كله فول ميك اب بوريكم شيء هذا اهم شيء هذا الحين فريزر الايس كريم لازم يموتون على البرد هذا لازم اذا ما في برد بوبو يتأزم يما ما في ايس كريم اهم شيء برد لولو موجود اي اهم شيء فاحنا لازم في ايس كريم بالبيت وفوق الثلاجة في سندريلا روان راح تذبحني اذا شافت الفلوج هذه روان لما كانت صغيرة بعد انا عندي صورة نفس هالصورة بس كنت وايد خايفة قلبي طايح ببطني عشان النمر قاعد تشربين النمر وي مصدوم حيل شوفوا فروحة بتنزل شوفوا هذا لعبتها ترى لعبتها الغرفة شو تبين كل شيء فوق ما تطول اي تشوفوا هني العطور بس هي مو لاقيتهم ما تدري شو تاخذ اخاف هذا يطيح انا هذا مشكله اخاف يطيح لا خلاص شيليها هات شخذي هي يلا امشي تعالي نروح يلا امشي يلا ما عندنا مشكله يلا خليني اوريكم هناك في بعد غرفه تبديل ثانيه داخل زين طبعا هذا الكورنرهم بطاط كاكاو كل شيء عرفتوا كل شيء اصلا احلى شيء لما يكون مدارس زين كذي اما هذه هي غرفه التبديل مالتي انا شوفوها يعني تكون كلها طبعا انقسمت هني بالالوان هني يصير اللون الابيض وهناك عرفتوا هني الاسود عرفتوا هني كلها اسود هني حطيت العنابي وكذي يعني كل كبت في الوان معينه عرفتوا وبس والله سلامتكم ان شاء الله يكون عجبكم الدور الثاني على قدنا ما وريناهم عدول بوبو اي يلا نوريهم تعالي روح بوبو عادل تعالي بوبو عادل يلا قولي احنا في غرفة منو الحين احنا بغرفة عدول بوبو اي عادل بوبو بس هني غرفتهم بس فيها سراير وهذا الورق جدران اللي انا ودي اسوي نفسه بس ما اسمح حق نفسي زين المهم عندهم هني تلفزيون اوكي اللي كل يوم يتهاوشون عليه من يشوف هني حاطين سوني زياده لما في احد يبي يلعب ولا شيء نوصل له اياها يلعب في الغرفه زين وهني صورهم وهني عندهم الاباجوره بالليل لازم اباجوره اوكي وهني جناطهم اغراضهم العابهم فرح من راحت فرح منك شوفيها تعالي فروحه يلا تعالي هي خليها خليها وي ما تبي واي شبيها بي زعلانة خليها تبي تروح على كيفها شوفي خليها يمه بي بس عادي ترضى ما بي ما تبيك ها سعابيل تدلع المهم شفت هذه غرفة عادل وبوبو هم كبتهم بغرفة فروحة عرفتوا غرفة فروحة يعني ما فيها شيء سريرها وكبتها صغير فحطينا كبتهم الكبيرة هناك عشان ما بتصير غرفتهم ضيقة على ما يكبرون ان شاء الله يصير خير يلا امشوا الحين يينا غرفة منو فروحة انزين فروحة هني هذا كبتها انزين هني كلها هدومها وكذي واغراضها وجناطها وكذي اوكي هذا كبت جواتيها ذولي كلهم جواتيها ونظاراتها كشوفي شغلها اي حق الشاليه مسكينة بتنام ما تعطي وي هذا كبت عادل وبوبا انا شلون قسمته هني عادل زين هني بوبو
بيت يعني حق البيت وكذي، بالنص هم الاثنين انقسمتهم فوق وتحت، وهني حاطة الكنابل عرفتوا؟ فهني حاطت لهم الجاكيتات وكذي. وهذا سرير فروحه، سرير فروحه وايد كبير عادي انا انام فيه. اي هذا سرير فروحه تنام فيه وهذا وترتاح فيه تحبه يعني، بس ما تنام بغرفه حنان. شو تسوي بغرفتك؟ تعفس وتاخذ مكياجي. واي واي والله حلوه، والله حلوه بنيه. المهم وهني نبدلها، لما نبدل ملابسها وكذي نبدلها مني شباصاتها واغراضها وكل شيء اللي كله ابوك منهم شباصات. زين اي عشان كذي كله يختفون. زين وهني مامياتها وشغلها حليبها وكل شغلها مني، صح فروحي؟ صح. يلا امشي. الحين وصلنا الدور الثالث اللي احنا مسوينه حق عادل وبوب وفرح. زين اللي هو يعتبر في العاب القعده كذي تكون عاديه وناسه مع تلفزيون، ياكلون يلعبون وكل شيء بهالمكان. زين على اساس لو يعفسون لو اي شيء انا يعني ما راح اعصب، نفس ما اذا عصب اذا سووا تحت حنان شنو اسوي اذا عفسوا؟ يعجز لساني عن الكلام. اليوم امي وايد مصرخه بعد، وايد معصبه علينا. لازم امكم وابوكم يعصبون حق مصلحتكم، الام والابو ما يعصبون مني بطريق، اكيد انتم مسوين شيء غلط، صح حنان؟ صح. فالحين هذا عندنا حوض الكور، هذا الكور طبعا تعرفون ان سوينا فيه مسابقات، سوينا فيه اشياء، صح؟ هذا ماي قاعد اصور تعبنا عليه. طبعا كلكم تحيه حق حنان لان حنان فيها نومه بس صورت معاي. هي لما اسكر الكاميرا راح اروح انام. فانتوا كتبوا لها حنان ما يخالف تحملي ولا تنامين عشاننا وصوري معاهم، كتبوا لها كذي اوكي. فالحين انتوا شفتوا هذا الدور هني الالعاب، هني بعد خاشين لهم العابهم لو تشوفون هني حاطين حق عادل السكوتر ماله، سكوتر فرح ودرايتها، وهناك شغلها. هذه الدراية اللي قلت لكم سالفتي، اللي حنان طاعت وهي صغيرة وتكرفست وانا ما ادري شيء. اخر شيء هنا عندنا الحديقة هذه الصغيرة فوق. انزين عند غرفة الالعاب هاي نشوي فيها، نقعد فيها لما يكون الجو حلو، وايد حلو المكان هنا نحبه وكذي ونقعد فيه. وصراحة هو تغير جو يعتبر. فان شاء الله عجبكم الدور الثالث. في اي شيء اخر شيء ما وريتكم اياه المطبخ الرئيسي، بنزل الحين بوريكم اياه سريع سريع. ها حنان نوريكم اياه؟ يلا الحمد لله يا رب. يلا شوف انا اليوم بالي طويل. الحمد لله زين. اخر شيء وصلنا حق المطبخ الرئيسي في البيت، هذا هو المطبخ تشوفونه اكبر من اللي فوق. طبعا في المواعين الرئيسيه، في كل شيء، في الجدور هنا نطبخ الاشياء الرئيسيه، العيوش، المرق، الاشياء اللي فيها حمسات وبصل وكذي عشان ما يكون عندنا ريحه فوق في البيت، عرفتوا شلون؟ وبس والله. وهني الفريزر، في فريزر منهم واحد طبعا هي. هالمطبخ انا وروم من وطوطه اصلا ما نعترف هذا يسمونه الديرتي كيتشن، المطبخ اللي عليه دوس، عرفته؟ اي يخرع يمال الفير، يخرع ما تقدرين انت. ما تي الفير انت بالمطبخ التحضيري لازم. اي بس يخرع. والله وبرا هم عندنا ثلاجه وعندنا هم فريزر ثاني يصير يخدم هذا المطبخ. زين وبالنهايه شي وصلنا لحق نهايه الفلوج، ان شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوا تعملون لايك وشير وسبسكرايب، تكتبون حق حنان مشكوره انك كنتي مع امك وساعدتيها لانك خوش بنيه. واخر شيء لما نقول لكم ان نحبكم وايد وايد ومشكورين وايد على كل الدعم وعلى كل شيء تسوونه وتكتبونه لنا تحت بالكومنتات. لو انا مثلا اعطيكم قلب ولا ما اعطيكم عرفوني انا راح اقرا الكومنت، مرات اقرا بسرعه ومرات اقرا واعطي قلوب، فقاعد احاول اعطي قلوب الكل اوكي. فاخر شيء اقول لكم باي.